السلام عليكم البنات، كداري؟ نتمنى ان شاء الله ديما ديما تكونوا بألف خير ان شاء الله، وكما وعدتكم يعني الجوهرة ديال العروسة يعني اللي غتمشي بها ان شاء الله يعني تلبسها يعني يوم الحنة، ولا حين تكون ان شاء الله الليلة ديالها يعني تتمشي لابساها عند الكوافورة يعني وتتجي لدارها ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الموديل. بالنسبة للتوب ديالنا جوهرة اللي هو منبت بالحجر كما تتشوفوا على هذا الشكل، انا طويته يعني ديجا الثوب ما فيهش المنكب، طويته على جوج ومن بعد طويته على اربعه. شوفوا معايا، ها هو الثوب، هو هذا، ها هو على جوج ومن بعد طويته على اربعه. نعاودها لكم في الورقه، الثوب هو هذا يعني طويل، فيه 3 متر وهنايا فيه متر و15، ما تيكونش فيه متر ونص. طويت الثوب على جوج وطويت طوله حتى لقيت الطوله ديالك، يعني عندك 140 طوي 140، عندك 150 طوي 150. وهاد شويه اللي طيشات لي هنايا، هاد شويه هو الكماله ديال الكمام، لان الكمام غادي يجيو طايحين حتى لهنا وغنكملهم بواحد الطرف ديال الثوب. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. بالنسبه للثوب كما قلت لكم، الثوب راه على اربعه نقادو. اول حاجه نشوفوا القياسات، يعني بالنسبه للقياس ايبول مونش، ايبول مونش راني فايته وريتها لكم، نعاود نوريها لكم ان شاء الله. ايبول مونش من هاد العظم ديال العمود الفقري، من هاد العظم ونقبط ايبول مونش فين بغيتها تجيني القطعه، بغيتها هنا او لهنا فين ما بغيتها. انا بغيتها شويه كبيره، درت فيها 55. بالنسبه للربع، الربع راني ديجا وريته لكم، الربع شوفوا معايا الدوره ديال الصدر ديالكم تتزيدوا عليها 10 وتقسموا على 4، هو داكشي اللي غتلقاه كتبوه، كل وحده والربع ديالها. بالنسبه للوبس هو لا لندوتاي، درنا 42 كل وحده ولا طاي ديالها. الربع ديال السمطه حتى هي الدوره ديال الحزام مقسومه على 4، وداك الشيء اللي لقيتوه زيدوا 10، ما تنساوش بحال لا بواتخين بحال لا طاي. تور دو تاي زائد 10 مقسومه على 4، داك الشيء اللي لقيتوه غتكتبوه. الباسه نفسه تور دو باسه مقسومه زائد 10 مقسومه على 4، ديما زائد 10 في لا بواتخين، زائد 10 في لا تاي، زائد 10 في لي هونش، وديما نقسموا على 4، واللي لقينا هو اللي نكتبوا. طول 140 لي مونش 24، لان غير داك شويه اللي تيبقى لكم في لي مونش. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. اول حاجه غنحسب الطول، نتاكد بان هو هذاك الطول عندنا 140، ها هي وزدنا واحد 6 سنتيم اولا 8 ديال لوغلي. اول حاجه الربع زائد واحد عندي 32 في الربع، غنحسب 33، 33 وغنمشي بها 33. انا عديت الثوب مخطط يعني غتمشي ان شاء الله نيشان 33، 33 بلا ما غادي نوسخ الثوب هنا، لان يعني الثوب بيض. غادي نحسب لوبيس ديالي اللي هي لاطاي، لوبيس عندنا فيها 42، غنحسب 42 هنا. شوفوا معايا مزيان، حسبت الربع وحسبت لوبيس، ما بغيتش نوسخ لكم الثوب، يعني غادي نحسب غير من هنا باش نخرج بالايفازي. عندنا الربع ديال السمطه 30، 30 زائد 1 هي 31 هنا، واضح؟ شوفوا معايا مزيان، ركزوا هنا، غادي نسطرها نيشان الايفازي. علاش قلت لكم بلا ما توسخوا لي الثوب وتسطروا لي كلشي، يعني غنسطر الايفازي على هذا الشكل، نحاول نبرك باش يبان لكم، واضح؟ هو من هنا يعني سطرت نيشان الايفازي، واضح؟ يلا من بعد تنشوف اليد ديالي، يعني هنايا تنشوف العرض اللي بغيت هاك اللي نفرض. هنا الدوره 40، 40 مقسومه على جوج هي 20، 20 غادي نزيد عليها واحد سنتيم ديال الخياطه، العرض اللي بغيتي انت. شوفوا معايا تنجي من هاد لاطاي ونجي دايره، شوفوا معايا كيفاش تيجي هاك، واضح؟ هاكا تيجي، يعني تيجي كتيفات، يعني تيجي هنا مسدود، شوفوا معايا هنا مسدود وهنا، يعني القدام مسدود والظهر مسدود. تجي الخدمه غير السطوق، غادي تخدم براندا ان شاء الله، واضح الموديل؟ من بعد غادي ما ننساش الدوره ديال الجلايل، شوفوا معايا هنا الدوره ديال الجلايل كما تنقول لكم ديما، قسموا هاد المسافه على جوج وجيبوا لي الدوره ديال الجلايل على هاد الشكل، ضروريه من هاد الدوره ديال الجلايل. شوفوا معايا هنايا القبيره، غادي نحسب هنا 8 سنتيم
وهنايا 2 سنتي باش ندير التكويره ديال الوراء 8 2. من بعد غادي نقولوا بسم الله وغادي نقطعوا. شفتوا هنا مسدود وهنا مسدود وهنايا راه مسدود. غادي تجيو معايا غنبدا من الجناين بسم الله وغادي نبدا نقطع. تيجي البنات هذا رائع واقف بلا مضمه، يعني تيجي غير الوقفه، يعني تتلبسي مع بليغه وتلبسيه تيجي رائع من العرايسات ومن غير العرايسات، يعني تبارك الله. يعني المراه خاص هذه ما تبقى عروسه في دارها. نقطع هنا، شوفوا معايا ما وريتكمش الباسه، ديما نتوما راقبوا بحال الباسه ليهمش. عندنا 33، يعني تنتاكد عاد نقطع. انا عارفه بين مواسع راه 38، يعني اللهم تجي واسعه ولا تجي لاصقه من لاطاي. واضح؟ شوفوا معايا من بعد ما نزول هذا، ها هو دابا باين. غادي نهز، شوفوا معايا مزيان، غادي نهز نحيد الظهر ونشوف التقويره ديال الامام. تنخلي هنايا 2 سنتيم ونزل ب 14 على حساب حنا شحال ما بغينا. واضح؟ غادي ندير كل في على هذا الشكل هذا. وكما تنقول لكم ديما يعني نحيد واحد شويه، واحد نص سنتيم تقريبا، ونفتح هذه. كيفاش نفتح؟ ديما صغاره فاش تبغوا تفتحوا من السطوك. شوفوا معايا مزيان، غنقلبها لكم على الوجه باش تبان. ديما جوهره فاش نبغي نقطعها نقطعها وهي على ريقه، ونبقى غادا حتى نلقى يعني 30 او 36 داكشي اللي بغيت يعني في الخدمه. واضح معاه؟ واضحه شنو درت على هذا الشكل هذا، يعني باش تلقى هذه المسافه اللي هنا هي هذه اللي هذه نلبسها الماركه هي باش نوريكم الشكل كيفاش دايره. عاد تنزيد الكمام صافا الموديل يجي على هذا الشكل هذا. شفتوا معايا يعني الكمام ها هما. عاد نولي نزيد الكميمات اللي غادي تزادوا في الجناب. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. نكمل معكم الكمام ومن بعد نجمع الجناب ان شاء الله. وحنا كملنا، شوفوا معايا الطرف اللي شاطلي راه حتى تيجي حدو قدو هكاك. نطوي كل شيء على 4. غادي نشوف الراس ديال الكم ديالي هو هذا. غادي نحط نفس المسافه على هذا الشكل ونجيبها على الرضا. اللي بغى يجيبها مجموعه يجيبها مجموعه، نجيبها من هنا وندير واحد الدوره صغيره وراه شي شويه مقوسه. واضح؟ يعني البلاصه اللي غادي نقطعو معكم تنديروا لها كران هك. واضح؟ يعني الكم هو هذا. دابا نلاقي الكتاف، نلاقي الجناب. الكتاف راه ديجا يعني واقفين، نلاقي دابا غير الجناب صافي باش نلصق الكمام. صافا نقبض سنتيم نتمنى ان شاء الله يكون واضح بالنسبه لهذا القفطان هذا تيجي زوين. قلت لكم الراندا، اللي ما بغاش يدير الراندا بغى يدير السفيفه يدير زواقه المعلم، يعني لكم الاختيار. غير بالنسبه لهذا العروسه تنفضلوا يكون بالراندا، يعني معروف تنخدموا بالراندا للعروسه تيجيها رائع. والراندا ما شاء الله دابا ولاو فيها اشكال، ما بقاتش هي الراندا العاديه ما شاء الله، يعني ولاو اشكيلات اللي هما زوينين. صافا ننزل مع هنيشان صافا ونركب لكم الكمام. نتمنى ان شاء الله تجربوه، ونتمنى ان شاء الله اي عروسه دير هذا الموديل. تيجي هذا الموديل مع الضعيفه، تيجي مع الغليظه، كل شيء تيجي مع هذا الموديل.
تيجي على الرد من الفوق، ما تيجيش ضيق. يعني باش تبدلو نقلبو هي باش يبان لكم. نشوف هاد الجنب هذا، لا هذا غير الصدوق اللي محلول، الكمام ديالها هما هادو. ها هما الكمام، الصفا غادي نجمع دابا، غادي نجمع تانا هاد الجنب هذا على هاد الشكل، نقلب. شوفوا معايا الكران، الجهه اللي فيها الكران هي اللي غادي تجي من الفوق، واضح؟ هنايا غادي نشوف باش ندخل لكم يعني الثوب، يجيكم ساهل يعني ديروا الداخل في الخارج على هذا الشكل يجيكم اسهل. شوفوا معايا مزيان، ها هو وجه الثوب اللي عندي، وشوفي الكران، وجه الثوب والكران، ها هو الكران هو هذا. تدخلي يكون الوجه مع الوجه على هذا الشكل، هذا الوجه مع الوجه، وتجيبيه مع الوسط ديالكم، الوسط هو هذا مع الكران اللي درت لكم. صافي تخيطوا سنتيم، خلاص الخياطه راه باينه، ماشي شي حاجه هذا اللي فيه شي حاجه صعيبه، يعني سامبل. هي بغيت نوقفه لكم بالفنيت هي باش يبان لكم اكثر، وما يعني الخدمه ديالو راه ساهله، ما فيهاش شي حاجه اللي معقده، ولكن تيجي راقي في اللبسه ديالو. هون باش يبان الكم الاخر، حتى هو نقلبو يكون الوجه لداخل، يجي افضل يجي ساهل. بون صافا نقبط هذا، حتى هو الفنايت نشوف الجهه اللي فيها الكران، ها هي الجهه اللي فيها الكران هي اللي غادي ندخل الوجه ديال الثوب هكا، ونشوف الخياطه مع الخياطه ونقبط الكران، خلاص غادي يجي مع الوسط ويجي صاير داير عليه كله كامل بحال اللي درت لكم الاخر. هذا تيكمل ليا الطول ديالكم، اللي بغاه يجيه يعني هيقصور هنا ما يزيدش هاد الطرف اللي زدت، اللي بغى لكم يجي طويل يزيد هاد الطريف هذا، منها تتجي زوين وتتجي طرانده، يعني باينه مخدومه هنا ومخدومه هنا، تيجي رائع في اللبسه ديالو. وديروه طويل، واللي تيبغي القصر يدير الشمار، حتى الشمار تيعطي معنى للقفطان. بون صافي هاني كملت معاكم، دابا غادي نقلبو، نتمنى ان شاء الله يكون واضح. نلبسو المانكا، لان هنا فين غتكون الرنده او السفيفه، يعني في هذا السطوق هذا، شوفوا معايا في هذا السطوق هنا، هنا فين تتكون يعني الرنده ولا تتكون يعني سفيفه. انا نشدها لكم فنيته، يعني الخدمه غادي تكون غير السطوق هي هنا، شفتوا معايا، شوفوا الموديل كيفاش تيجي، تيجي على هذا الشكل، تيجي على الرد. اللي بغى يدير مجدول، يعني مجدول سمحوا لي نوريكم مجدول، يعني تتحطيه من الفوق تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي رائع مع العرايسات، ما تيتزيرش، تيجي هكا على هذا الشكل هذا المجدول بحال هكا. اللي ما بغاش يدير مجدول ما يديروش، تيجي على هذا الشكل هذا بحال هكا. الكتيفات شوفوا الخطوط هنا، هنا راه مسدود واحد هاد الطرف وحدو، تتكون الرنده هنا وتتكون هنا، واللي بغى يدير مجدول تيدير مجدول هنايا. وبالصحه والراحه الظهر ديالو اللي هو هذا، واضح؟
يعني هذا قفطان اللي تيجي واقف للعروسه او لاي سيده، يعني بالنسبه للجهاره يعني راه العرايس ولاي امراه يعني تلبسه في الدار او لا تلبسه في شي وقفه اللي هي ماشي كبيره. ونتمنى ان شاء الله كاع العرايس ديال هذا العام ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير، ونشوفكم ان شاء الله في الحصه الماجيه ان شاء الله. مع السلامه.